حلقة جديدة في لايف، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نناقش في أجزائها الثلاثة اليوم: الترتيبات الأمنية تدخل حيز التنفيذ في طرابلس، في الجزء الثاني تتابعون: لقاءات ومشاورات مكثفة في إيطاليا تحضيراً لمؤتمر باليرمو. أما في الجزء الثالث: قرابة الشهر على حادثة اقتياد اللواء العريبي ومصيره ما يزال مجهولاً. أهلاً بكم إلى لايف. الترتيبات الأمنية تدخل حيز التنفيذ وتدخل معها العاصمة طرابلس في مرحلة جديدة. يقول البعض إنه سيناريو مكرر لعمليات تجميلية تهدف إلى تحسين صورة المسلحين وإلباسهم لباس الشرطة ومحاولة إقحامهم في فكرة النظام قبل مؤسساته. أما البعض الآخر فيقول إن المجموعات المسلحة اليوم ملت وسئمت وضجرت من السلاح والقتال وتريد مخرجاً آمناً ومكاناً يحفظ سلامتها ووضعها، وهو ما يجعل من الترتيبات الأمنية هذه المرة صادقة النوايا وممكنة التحقق. فهل هي كذلك فعلاً؟ أم هي مراوغة جديدة من المسلحين؟ وهل الترتيبات الأمنية ستستطيع إبعاد شخصيات أصحاب الألقاب الغريبة عن المؤسسات وتخليصها من سطوتهم؟ أم ستعمل على تحسين صورتهم؟ فبدل الشورت والكت يلبسونهم الزي الأمني وطاقية باريه ليتحولوا إلى حماة الحمى. النقاش بعد التقرير. يوما فيوما وخطوة فخطوة تظهر ملامح خطة الترتيبات الأمنية على العلن في طرابلس. بوادرها ظهرت مع إخلاء مقرات عامة بحسب لجنة الترتيبات الأمنية التي كان لها ثلاث بيانات بالخصوص وتوصية قدمتها للرئاسي الذي شرع في تغيير وزير الداخلية استجابة لمرحلة جديدة مبنية بحسب مصادر مقربة من باش آغا على دعم مراكز الشرطة وتقليص دور المجاميع المسلحة التي بدأت تذوب أكثر في مديريات الشرطة، ظاهرة بثوب الرجل المنضبط المرتدي للقيافة الكاملة. اجتماع أمني موسع لوضع الترتيبات الأمنية موضع التنفيذ بهدف إعادة تموضع أفراد الشرطة التي وبحسب كثيرين مقربين فإنهم من الذين منحوا إذن المزاولة ما بعد 2011 وليس قبلها، وإنهم أفراد المجموعات المسلحة الذين قاتلوا ضد اللواء السابع في أغسطس الماضي. هم اليوم يكررون ربما نفس الخطوات الماضية بإعادة إنتاج أنفسهم بثوب مختلف يتماشى تصميمه مع متطلبات المرحلة. هذه اللقطات تظهر خروج سيارة الأمن بثوب جديد وملصقات جديدة وربما بقناعة جديدة بعد معارك حامية الوطيس استمرت شهرا متواصلا. قد تكون دقة ناقوس الخطر للمجموعات المسلحة بطرابلس بأن استفرادها بالسيطرة على مفاصل السلطة بات من الماضي، وربما تكون خطوة باتجاه مزيد من التغول، خصوصا إذا ما كانت قد شعرت بنشوة انتصار أو نصف انتصار تحقق بعد توقف الحرب. من مدينة مصراتة معنا دكتور محمد بن طاهر أستاذ العلوم السياسية في جامعة مصراتة لنتحدث معه عن خطة الترتيبات الأمنية، كيف يراها؟ هل هي صادقة النوايا كما طرحنا في المقدمة مشاهدينا الكرام، أم أنها كما يراها بعض المراقبين عبارة عن إعادة تدوير وإعادة إنتاج للمجموعات المسلحة وللمسلحين وقادتهم وإنتاجهم وإفرازهم وإظهارهم بصورة جديدة مختلفة تتماشى وتتكيف وتنسجم مع طبيعة ومتطلبات المرحلة، ويبقى المسلحون هم أصحاب الحظوة وأصحاب السلطة وهم الحكام الفعليون والحقيقيون للعاصمة طرابلس حتى وإن ارتدوا ثوب الجهات الأمنية أو الجهات العسكرية الزي العسكري أو الزي الأمني. دكتور محمد مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة ضيفا عزيزا ودائما في برنامج لايف وفي 218.
هل خطة الترتيبات الأمنية هذه المرة ما بعد القتال العنيف في أغسطس وسبتمبر الماضيين ممكنة التحقق، صادقة النوايا، مختلفة عن سابقاتها؟ مساء الخير ليك ولمشاهديكم الكرام. حقيقة يعني الترتيبات الأمنية أعتقد هذه المرة صدق النوايا فيها على أقل تقدير من ناحية نظرية عالي جدا، لأن أتت بتغيير وزير الداخلية، كما أن رأينا أن هناك كم من المراسلات التي خرجت الفترة الماضية تؤكد على الترتيبات الأمنية وعلى عودة رجال الشرطة لممارسة أعمالهم في أقصى حد شهر أعتقد أن تدخل الذاكرة، واللي بعد تتخذ ضدهم إجراءات إدارية وإجراءات مالية صارمة. طبعا هذه تعطي صدق النوايا أقل تقدير كما شرحت من البداية نظريا، أي استجابة كثير من الميليشيات أو بالضغط أو كما كانت إلى إخلاء مقارها، كلها تعتبر صدق نوايا إلى غاية الآن. كما أن هناك ضغط كبير على المجلس الرئاسي داخليا ودوليا بضرورة تنفيذ هذه الترتيبات الأمنية التي جاءت جزء لا تتجزأ من اتفاق الاستخيرات. أيضا السيد غسان سلامة أكد خلال زيارة لمدينة مصرات الأسبوع الماضي إلى أن بعثة الأمم المتحدة تضع من أولوياتها الترتيبات الأمنية والإصلاحات الأصلية، ولم الشارب الأمني سوف يقصى وسيتعرض إلى عقوبة المجتمع الدولي. يعني أعتقد أن الترتيبات الأمنية نظريا زي ما شرحت من البداية لغاية الآن تعتبر جيدة وأخذت منحة من التطبيق على الأرض. بالتأكيد هذه الترتيبات سوف تواجه بصعوبات الجمع وما أولويات من بداية هذه الصعوبات أو مقدمتها هو تراهم الميليشيات في مدينة طرابلس وسيطرتها على فاصل بقايا الدولة الليبية والحكومة الليبية في طرابلس، لكن مع ذلك هو هي تجربة للسيد بشار البصير الوزير الجديد ولي المجلس الرئاسي والحكومة الوفاق بشكل كامل. في تقديري تخطط هذه الترتيبات الأمنية أو نجحت في الترتيبات الأمنية، أعتقد أنها ستتخطى عتبات أخرى بالنسبة لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي. بس كل الحديث عن ترتيبات أمنية في السنوات الماضية من أيام حكومة زيدان وحتى المشروع اللي كان يشتغل عليه الدكتور عاشور شوايل في تلك الفترة، كل هذه المحاولات لم تنجح في احتواء المسلحين، بل أنه المسألة الدكتور محمد بن طاهر كانت عبارة عن مزيد من التسليح، مزيد من الجاهزية، إطفاء مزيد من الصبغة الشرعية للمجموعات المسلحة، مزيد من السيارات، مزيد من الأموال، وفي المقابل لا يوجد شيء. بالتأكيد، لكن لدينا طرف لا يسمح بذلك. يعني صح كلامك كله منطقي، كانت هناك ترتيبات أمنية سابقة وهناك خطط وإلى آخره، ولكن الظرف الدولي والظرف الداخلي لا يسمح حقيقة بإعادة أو إخطاء الترتيبات الأمنية الماضية، لأن نعلم أن هناك كانت مواجهات مسلحة في مدينة طرابلس وكانت تدخل المدينة وليبيا بشكل كامل منطلق خطير تنتهي في العاصمة وتدمر في العاصمة. هذه نقطة. أيضا هناك تغير دولي كبير، هناك لفتة كبيرة من المجتمع الدولي الآن حاليا للملف الليبي، خصوصا بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية بقوة على الملف الليبي وما يحصل في دول الخليج وإلى آخره. فالضغط الدولي والضغط الداخلي يختلف بشكل كبير. هذا ما يعزز في تقديري نجاح الترتيبات الأمنية أن سارت على أن يفط الموضوع عليها وأن ضغطت بيد من حديد بالنسبة لوزارة الداخلية الآن حاليا ضد كل الميليشيات الموجودة في مدينة طرابلس وتفرض القوات الأمنية ولو كانت ضعيفة وتمكينها من مقراتها. بس وزارة الداخلية مسمى فقط يا دكتور. الظروف الآن ليست الظروف الماضية، ظروف مختلفة بشكل كلي ولا تسمح بإعادة هذه الأخطاء. وزارة الداخلية، أعيد السؤال من جديد أو الملاحظة. مسمى لكن لديها يعني أفضل يعني حتى لنعطي صدق. اعذرني بس دكتور، في فرق كبير يعني في الصوت ما بيني وبينك، وهذه بسبب المصدر، اعذرني بس مضطر لإعادة السؤال من جديد. وزارة الداخلية موجودة كمسمى فقط، موجودة
هيكلية مؤسساتية فقط من دون أذرع، من دون قوة تضرب بها، من دون عصا. العصا هي المجموعات المسلحة، العصا هم الأشخاص أو القادة اللي كانوا يقاتلوا في اللواء السابع وكانوا يقاتلوا في لواء الصمود قبل شهر ونصف من الآن. إن لم يرضى هؤلاء وإن لم ينصاع هؤلاء، فبالتالي كل طموحات وزارة الداخلية وكل مشاريع وخطط وزارة الداخلية لن تنجح. كلام جدا طيب. يعني نحن نعلم ان حتى ليبيا الان اصبحت مسمى للاسف يعني واصبحت هياكل طائفه، هذا امر لا هروب منه. ولكن لناخذ من الموجود الان حاليا، لناخذ ان وزاره الداخليه الان موجوده في طرابلس، لديها منتسبين للقوات الشرطيه والامنيه والى اخره، واعداد موجوده وتاخذ في اموال ولديها رتب والى اخره. في تقديري لكي تنجح وزاره الداخليه ينبغي عليها اعاده النظر في الرتب التي منحت بعد 2011، في التعيينات التي منحت بعد 2011. هناك تضخم كبير، تضخم في تعيين هذه التعيينات، تضخم في منح الرتب بشكل كبير. هذه خطوات اوليه ينبغي ان تاخذها. الخطوه المهمه جدا بالنسبه لوزاره الداخليه هي الاستعانه بمجتمع الدولي وجهاز النبض المجتمع الدولي في ضروره الوقوف مع وزاره الداخليه لان حاليا تنفيذ الترتيبات الامنيه. يعني نعلم ان كثير من بدون ذكر اسماء من الميليشيات ومقاتله ميليشيات في طرابلس لديهم حسابات في الخارج وتعاون مع الخارج ومع دول الجوار الى اخره. هنا تكمن عمليه ضغط المجتمع الدولي ودول الجوار على قاده هؤلاء الميليشيات في حاله توتر ترابط المجتمع الدولي. ولذلك نضع خطين تحت بس الرهان على المجتمع الدولي لا يكون ناجحا دائما. الرهان على المجتمع الدولي اليات داخليه لغايه الان لتنفيذ بجزئيات من هذه الرهان على المجتمع الدولي مجازفة. راهنوا أصحاب الوفاق على المجتمع الدولي في اتفاق الصخرات ولم يتدخل إلا فقط للدعم سياسيا، لكن المجموعات المسلحة ظلت موجودة حتى استعان بها المجلس الرئاسي، وها هو اليوم برأي الكثيرين أصبح رهينة لديها. يعني هذه هي الاشكاليه. ان بالفعل ان المجلس الرئاسي استعان بالفعل بميليشيات موجوده في مدينه طرابلس واستعان بها في وجودها في مدينه طرابلس وسيطرتها على بعض المقاربة والى اخره، واصبح الان صعوبه التخلص من هذه الميليشيات. ولكن زي ما اشرت سابقا الظروف الداخليه والظروف الدوليه كانت جدا سامحه للتخلص من هذه الميليشيات، على الاقل تقدير او تقليل دورها او تحجيم دورها او ابعادها حتى على وسط المدينه. نتكلم على الواقع، نتكلم على الامور المثاليه، المثاليات تبدو انها فيها كثير من التنظير، ولكن الواقع شيء اخر. عموما يعني تنفيذ الخطط ربما تكون الف وباء وجم والى اخره في خطط الترتيبات الامنيه. انا الصور الامني لكن ننظر من الناحيه السياسيه، ترتيب الخطوات طيب الخطه الامنيه ينبغي ان تاتي على مراحل، تاتي على طيب. التدرج. في سؤال اخير دكتور، دفعه واحده سيصطدم بالواقع المريض طرابلس سيطرة الميليشيات. سؤال أخير قبل أن نتوجه إلى الجزء الثاني من حلقة لايف ونودع الدكتور محمد بن طاهر. وجود قادة المجموعات المسلحة وظهورهم مؤخرا في الصورة، بعضهم بزي مدني والآخر بزي أمني، وكأنهم مندمجين ومنصاعين للترتيبات الأمنية وكأنهم هم العصب الرئيسي لها، ألا يستفز اللواء السابع ولواء الصمود والمجموعات التي كانت تقاتل قبل شهر ونصف داخل طرابلس؟ اعتقد ان هذه الصور اللي تشير لها ربما يعني كانت فيها في بعض الصور المفبركه، مش صور لا 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 مش الصوره المفبركه دكتور، مش الصوره المفبركه، لا نتحدث عن صور اخرى لمجموعات بالفعل موجودين. صحيح زي الامني، وهذا صور اخرى لقاده مجموعات مسلحه من داخل طرابلس معروفين بالاسم. يعني لا موجودين هم يقصدوا الزي الامني بالفعل، هم سيطروا في طرابلس. هذا امر يعني
مفروض منا موجودين بالفعل ينبغي هنا على الداخلية أن تنجح الخطة رقم واحد والتخلص من هذه الأمراء والعقالة، إبعاد قاتل الميليشيات عن وطن طرابلس وعن مقاها وإلى آخره، لا بد منها على وجودها بالفعل يستفز الأقاليم وينظر بحرب جديدة في طرابلس وتصعيد جديد في طرابلس ربما لا تحمد عقباه في الفترة القادمة ويفشل كل الأجسام الموجودة الحالية وندخل في مرحلة تتيه مرة أخرى. أشكرك جزيلا دكتور محمد بن طاهر أستاذ العلوم السياسية في جامعة مصراتة، كنت معنا بالصوت والصورة من مدينة مصراتة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونكمل لايف، ابقوا معنا. لايف من جديد، أهلا بكم إلى الجزء الثاني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، في هذا الجزء الثاني نتحدث عن المشاورات واللقاءات المكثفة في العاصمة الإيطالية روما، لقاء السراج مع كونتي، لقاء سلامة مع إنزو ميلانيزي، أيضا مكالمة هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي. قبلها كان هنالك حديث عن قبول المشير حفتر التوجه إلى مؤتمر باليرمو في 12 و13 من نوفمبر المقبل، مشاورات مكثفة جدا في العاصمة الإيطالية روما استباقا لهذا المؤتمر الذي أبدت كل الأطراف تقريبا أو معظمها رغبتها في أن تكون حاضرة فيه سواء داخليا أو إقليميا. في هذا الجزء ينضم إلي عبر الهاتف سيد بالقاسم بكزيت عضو المجلس الأعلى للدولة، وكذلك سيكون معي بالصوت والصورة من العاصمة الفرنسية باريس الكاتب الصحفي السيد حسين ولد حمود. أبدأ معك سيد بالقاسم وشكرا لتلبية الدعوة وأهلا بك في برنامج لايف. مشاورات مكثفة، لقاءات في العاصمة الإيطالية روما، جميعها كيف تقيمها، كيف تراها؟ الحقيقة لا أجندة واضحة إلى الآن، يعني حتى يعني قبل أسبوعين كان لدي تواصل مع الدول المهمة، الدول الكبرى التي يرمز لها بالمجتمع الدولي، لا أجندة واضحة للقاء روما. والغريب في تقديري سيحضر الجميع، بل سيتسابقون للحضور، لكي كل الأطراف الأربعة التي حضرت في باريس في تقديري ستحضر في روما، لكي يثبت أنه أحد الأقطاب الرئيسية للحل أو للمشكلة في ليبيا. يعني لومي على البعثة الدولية، أول تعهد تعهدت به البعثة الليبيين أنها ستجنب ليبيا الصراع الدولي والإقليمي، لكن أعتقد البعثة في فترتها الأخيرة بالذات ما قامت به هو عكس تعهداتها تماما. حضورها للقاءي باريس العام الماضي يلزمها بحضور روم، لقاء عفوا باليرمو، واذا كان هناك لقاء في لندن او في القاهره ستكون البعثه مضطره للحضور ايضا، لانها لم تكن حازمه وواضحه من البدايه وحضرت مرتين في الإليزيه. لا نتوقع في تقديري، يعني حضرت في الإليزيه وكانت خطه الإليزيه هي ليست خطه البعثه الدوليه، ومع ذلك استمعت واضفت الشرعيه على لقاء باريس، وكل الاطراف التي حضرت في ذاك الوقت تعرف ان السقف الزمن الذي حدد في باريس كان سقفا خياليا وغير واقعيا، وحتى الفرنسيين الان اعترفوا بذلك. ولكن الاطراف الليبيه هي كانت تعرف ذلك اكثر بكثير من الفرنسيين، لكن الاطراف الحاضره في باريس اطلاقا لم يكن في ذهنها الوصول الى الاتفاق، بقدر ما كان في ذهنها تكليف انفسهم كلاعبين اساسيين في المشكله الليبيه. سيحدث شيء من ذلك في روما أو عفوا باليرمو، أقصد إيطاليا. إيطاليا دولة متوسطية مثلها مثل فرنسا، لديها علاقات اقتصادية تاريخية بليبيا، لكن ربما يعني حل في إيطاليا حيكون أصعب لعدة أسباب. من السهل إيقاظ الهواجس ونكت الجروح القديمة، إيطاليا بلد مستعمر لليبيا، يعني من السهل
من السهل لدى طرف يعني لا تعجبه ما يحدث في روما أن يوقف هذه الهواجس. أيضا إيطاليا ليست دولة تمتلك قوة سياسية كبيرة، من العادة الإيطاليين يستعينون بالولايات المتحدة من أجل دعم وجهة نظرهم. إذا لم يتوفر الدعم الأمريكي المطلوب، وأعتقد إن لم يكن في مستوى الرئيس الأمريكي، لا نتوقع الكثير من روما. لقاء باريس في تقديري أضاع 6 أو 7 أشهر على الليبيين. ربما إيطاليا تضيع أشهر كثيرة، ونجد أنفسنا في سيناريو جديد لا علاقة له إطلاقا لا بخطة البعثة ولا بطموح الليبيين. طيب الآن سيد بلقاسم، بعد كل هذا السرد وهذا التوضيح، هل هنالك تضارب برأيك بين مساعي الإيطاليين من جهة وجهودهم لاحتواء الأزمة الليبية، وأيضا رؤيتهم للحل، هل تتضارب مع جهود النواب والأعلى للدولة في تغيير المجلس الرئاسي وفي إعادة هيكلية السلطة التنفيذية، أم في تقاطع ما بين الجهد الخارجي الدولي الإيطالي والجهد الداخلي الذي تقودونه أنتم في المجلس الأعلى للدولة والنواب؟ بصراحة نحن لدينا رؤية أن لو كانت الحكومة الموجودة الآن في طرابلس، بغض النظر عن المسميات وبحفظ المقامات، هذه الحكومة إذا استطاعت أن تجمع كل الليبيين من سعد إلى رأس الجير، نحن نقبل بهذه الحكومة بغض النظر عن الأسماء. لكن الهدف الرئيسي للحكومة والهدف الرئيسي لاتفاق الصخيرات هو أن تكون ليبيا موحدة بحكومة واحدة. ما دام عجزت عن ذلك فالحقيقة بالنسبة يعني نحن لا نقدم أي دعم لحكومة لشطر من البلاد. نحن ننظر لحكومة طرابلس مثل ما ننظر لحكومة البيضاء، هذه حكومة جزء من البلد وترسخ الانقسام. للأسف بالذات الدولة الإيطالية، يعني حسب معلوماتي أنها لا تتواصل مع النواب ولا الدولة يعني بشكل مناسب، هي تركز دائما التواصل مع الحكومة، وفي الحقيقة هذا مش موجود عند الدول الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة، وكل الدول المهتمة بالملف الليبي تعطي أهمية للأجسام المنتخبة والتي هي أقرب. يعني سيد بلقاسم، عذرا، يعني نفهم منك أنه إيطاليا بشكل أو بآخر تدعم بقاء المجلس الرئاسي بشكله الحالي؟ الحقيقة هذه الأخبار التي نسمعها، وهذه الأخبار تتفق مع طريقة عمل البعثة الإيطالية. البعثة الإيطالية نادرا ما تتواصل مع النواب أو مجلس الدولة، هذا نادر للغاية. هذا عكس الحقيقة، عكس الدول الأوروبية الأخرى، بريطانيا وفرنسا وأمريكا وكل الدول التي موجودة وهولندا وألمانيا. يعني ما نسمعه من روما أو يعني ما نسمعه وما نتوقعه أيضا هو دعم المجلس الرئاسي على حساب محاولة التغيير. الحقيقة نحن في مجلس الدولة، وبإمكاني أن أتكلم حتى على قطاع عريض من النواب، الحقيقة ليست لدينا مشكلة شخصية مع المجلس الرئاسي إذا استطاع توحيد البلد، لكن حكومة لنصف البلد بالنسبة لنا هل غير مقبولة. حكومة تحكم البلد فليكن على رأسها من يكون، لكن تكريس حكومة لنصف البلد مدعومة من إيطاليا والله مدعومة حتى من الهونولولو بالنسبة لنا غير. طيب، نحن ذهبنا إلى اتفاق الصخيرات بهدف واحد كبير، ربما نتحمل الضغوط الاقتصادية والضغوط الأمنية إذا توحدت بلدنا، لكن ما دام البلد ما زالت مقسمة وما زال الشطر الشرقي له حكومته وله إداراته وله وزاراته، أعتقد أن المجلس الرئاسي لم يحقق الهدف الرئيسي، وبالتالي تكريس مجلس رئاسي وحكومة لنصف البلد أنا أشعر بالريبة يعني من هكذا توجه. طيب نعود من جديد إلى مسألة ربما الأسهم المرتفعة بحسب البعض سيد بلقاسم لمؤتمر باليرمو، يقال أنه الإيطاليين قادرين على إنتاج حل، خصوصا وكما تفضلت في البداية سيد بلقاسم أنه مؤتمر باريس في مايو الماضي لم يقدم شيء، فبالتالي الإيطاليين فرصهم كثيرة وفرصهم وافرة في إنتاج حل، خصوصا وأنهم متضررين أكثر من فرنسا ويحتاجون إلى حل سريع داخل ليبيا، وحضرتك تعلم مسألة الهجرة غير القانونية وتبعاتها وكل ما تعانيه إيطاليا
من جراء عدم وجود أمن وعدم وجود حكومة واحدة وأجسام سياسية واحدة في ليبيا؟ في هذه الحالة الحاجة ليست أم الاختراع، والمتضرر الأكبر لن ينتج، ليس ضرورة هو من ينتج الحل. المتضرر الأكبر بكثير بألف مرة من الإيطاليين هو الليبيين، ومع ذلك لم يستطيعوا إنتاج حل. ما ينتج الحل هو القوة السياسية التي تستطيع فرض الحل وتستطيع يعني القيام بعمل المايسترو، ضبط القاهرة وضبط المصالح الدولية والمحلية في ليبيا. إيطاليا إذا لم تحظى بدعم فوق العادة من الولايات المتحدة لن تستطيع إنجاز شيء. دعم الولايات المتحدة، معلومات خاصة تقول أن الرئيس الأمريكي لن يحضر، ووزير خارجية بومبيو مشكوك في حضوره. في تقديري حضور الرئيس الأمريكي سيعطي ثمة بلير متفوق على لقاءات باريس، لكن في غياب الرئيس الأمريكي لا أعتقد أن هذا سيحصل. والأطراف الليبية أنا على يقين أن معظمها يذهب لتكريس نفسه كلاعب أساسي وليس للبحث عن حل. ليش أمريكا سيد بالقاسم؟ حتى سياسة ترامب أو إدارة ترامب غير واضحة المعالم تجاه ليبيا ولا تليها أهمية. ليبيا قضية عند الأوروبيين، عند فرنسا، عند إيطاليا. لا هي أمريكا هي الدولة الأعظم على الإطلاق، دولة يعني هي تحمي أوروبا. الأوروبا من 50 سنة هي تحت الحماية الأمريكية، تحت المظلة النووية الأمريكية. الناتو هو الذي يحمي أوروبا وتمول أمريكا بـ80%. الذي قال يعني في بداية 2011 أمريكا الرئيس أوباما تكلم عن الإدارة من الخلف وقال أن ليبيا بلد متوسطي، وبالتالي هو قضية يعني أوروبا هي المحلية أكثر بهذا الملف. هذا صحيح، لكن نحن لا ننسى أن أكثر رئيس الوزراء الإيطالي كونتي وقبله جورجيوني ذهبوا من أجل الحصول على دعم أمريكي لإيطاليا لمواجهة تمدد النفوذ الفرنسي في ليبيا، هكذا يصفونه. إذا كانت أمريكا بقوتها الهائلة السياسية دخلت أو يعني اتحدت أو تمكنت وجهة النظر الإيطالية، هذا حيعطي قوة دفع هائلة للإيطاليين، وهذا ليس غريبا. حتى في مؤتمر روما الذي عقد قبل اتفاق الصخيرات أعتقد في نوفمبر 2015، وأنا يعني حضرت هذا اللقاء، كان في ممكن 15 وزير خارجية، كان يقود الجلسة في ذاك الوقت وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وبالحرف الواحد قال جنتيلوني صديقنا كيري هو من سيعطي الدفع السياسية اللازمة في هذا الحراك. طيب. إيطاليا بدون الولايات المتحدة في تقديري لن تكون فاعلة أمام فرنسا. لا نريد أن نستبق الحديث، ولكن نسأل سيد بلقاسم برأيك على ماذا يجب أن يركز مؤتمر باليرمو، على ماذا يجب أن يركز الإيطاليون لإنجاح مؤتمر باليرمو؟ بعض التقارير الإيطالية تقول على إصلاح اقتصادي وإصلاح أهمي. في تقديري الإصلاح السياسي هو الأهم. أي إصلاح اقتصادي أو إصلاح أمني سينتكس. كيف إصلاح سياسي؟ هذا الأهم. الإصلاح السياسي عنوان، ولكن نريد تفاصيل. نعم. الإصلاح السياسي الاقتصادي هذه عناوين عريضة، نريد تفاصيل. كيف إصلاح سياسي؟ بأي شكل؟ إصلاح مطالب، يعني هناك عدد ترتيبات أمنية في طرابلس، بالتأكيد يعني هذه مهمة، لكن طرابلس هي كبرى مدن الوطن ولكنها ليست كل الوطن. الإصلاح الاقتصادي تقدير الخاص أنه صعب في وجود إدارات مالية صنعت الأزمة وتقتات من الأزمة على من جلود الليبيين، صعب من الأجدار التي تقدر أن تصبح. لكن كل ذلك لم يكن هناك إصلاح سياسي، يكون مطرح مركزي واحد وحكومة واحدة، هذا الإصلاح معرض صراحة للانتكاسة. نعم. وبالتالي الإصلاح السياسي أولا وليس أخيرا، الإصلاح السياسي هو الذي يجب أن يكون أولا. والإصلاح السياسي إحنا لا نتكلم عن أجماع، لكن حكومة تحكم البلد ويدين لها بالصنع والطاعة كافة الوزارات وكافة مؤسسات الدولة ولو بشكل نسبي في هذه المرحلة. وبكل تأكيد وبكل تأكيد الفترة القادمة ما قبل مؤتمر باليرمو سيد بلقاسم، هذا السؤال كيف الإصلاح السياسي سيكون هو الذي
سيطرحه كثير من الإعلاميين في حلقاتهم قبل مؤتمر بلير. مشكورك جزيلا السيد بالقاسم مكسات عضو المجلس الأعلى للدولة، ضيفا عزيزا دائما عبر 218 نيوز وبرنامج لايف. تحديدا الآن نرحب في خمس دقائق قبل أن ننتقل إلى الجزء الثالث بالسيد حسين ولد حمود. للأسف كان من المفترض أن يكون معنا بالصوت والصورة لكن حدث خلل خارج عن الإرادة. نرحب به عبر الهاتف. سيد حسين مرحبا بك. الإيطاليين يبدو أن لديهم فيه مسج، فيه رسائل يريدون إيصالها وتحديدا إلى الفرنسيين، صحيح؟ تماما بالتأكيد عزيزي، مرحبا بك ومشاهدي قناة الجيم 218. أعتقد أنه هذا التحاد الإيطالي الفرنسي وصل مراحل متقدمة جدا وانعكس على عدة مواضيع، لكن يعني ربطا بالموضوع الذي يهمنا وهو الموضوع الديبي، هناك شراع باش واضح جدا، يعني حتى انتقل من المستوى الجغرافي الأوروبي إلى صراع على الدور الأمريكي، من سيدعمه الدور الأمريكي وعلى جلب النفوذ في أوروبا. لكن إلى أين يمكن أن تصل هذه المسألة؟ أعتقد أن هناك محددات للعلاقة بين الطرفين في هذه القضية لا يمكن لأي منهما أن يتجاوزها، وهو البروتوكول الأوروبي المشترك فيما يتعلق يعني بمسألة الاستراتيجية العامة لمتابعة الهجرة مثلا أو قضية الأمن. لكن في الداخل الليبي يعني الموقف السياسي من الداخل الليبي هذه المشكلة، يعني هذه المشكلة، وهذا ما يبدو أنه الإيطاليين والفرنسيين يعني وصلوا به إلى مراحل متقدمة جدا من الصراع. يعني الإيطاليين سيد حسين يريدون حل داخل ليبيا لصالح الليبيين أم فقط يريدون تحقيق مكاسب لأنفسهم وعلى حساب فرنسا؟ عزيزي هو بالحقيقة يعني أنه عندما نتحدث عن إيطاليا وعن فرنسا وحتى عن الولايات المتحدة الأمريكية مثل هذه الدول الكبيرة، يصعب جدا أن نقول أنهم يريدون أو يعني الرئيس يريد، لأنه هناك مؤسسة، يعني هناك رأي يكون لدى الاستخبارات العامة، هناك رأي لدى مؤسسة الخارجية، وعادة ما يكون هناك رأي مخالف لدى الرئاسة ولدى البرلمان، بالتالي هناك عدة عوامل تحكم المقرر الرئيسي لقرار هذه الدولة. لكن بشكل عام أعتقد أن الإيطاليين يعني ربما يريدون بالتأكيد حل من أجل الليبيين، أنه هذا لصالحهم في النهاية ما يتعلق باستقرارهم، لكن أيضا يبحثون عن مصالحهم السياسية، يبحثون عن أولوياتهم هم، يبحثون يعني عن الأمور التي تهمهم هم أكثر من فرنسا، ويختلفون مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالمسألة الليبية نظرا لما يمكن أن تنعكس به مواقف الدول الأخرى، مثلا على مثلا القضايا التي تهم إيطاليا مثلا كنسبة استقبال المهاجرين، كالقضية التي نتحدث مثلا عن معركة استقبال اللاجئين في ليبيا، نتحدث مثلا عن كيفية القضاء على الجماعات المسلحة الإرهابية ودعم الجيش الليبي. يعني هذه كلها مسائل مهمة، يعني الأهم من هذا كله هو أنه الليبيين. طيب. سيد حسين، إذا كان في محددات كما قلت في البداية وفيه منظومة وفيه مظلة أوروبية هي الاتحاد الأوروبي، لماذا لا يكون هنالك برأيك توحيد للجهود ما بين الفرنسيين والإيطاليين حتى لا يكون فيه مناكفات ولا يكون فيه شد وجذب، وحتى تتعزز فرص التسوية الداخلية التي بكل تأكيد ستنعكس إيجابا على أوروبا؟ يعني عزيزي حتى لا يعني يبقى الأوروبيون وحدهم من يضحكون نحن العرب ويقولون اتفق العرب على أن لا يتفقوا، لكن المسألة الليبية اتفق صحيح. الأوروبيون على أن لا يتفقوا صحيح. ويعني أعتقد أنه إيجاد اتفاق واحد معين صعب جدا لأنه هناك أجندة مختلفة، هناك تباينات كبيرة، هناك ما هو منها مرتبط وزادت تباعدا بعد اليمين المتطرف واليمين في إيطاليا. تماما عزيزي، يعني أنا من شوي كنت أقول لك عزيزي أنه هناك أيضا عوامل داخلية، هذه العوامل الداخلية حتى هي تلعب دورها في محددات القرار الإيطالي أو الفرنسي. يعني المسألة متشابكة جدا، معقدة، ليست بهذه السهولة حتى يمكن أن يطلق عليها وصف يعني تحديدي واحد معين. أعتقد أنه لكن بشكل عام يعني ربما ما يميز الأوروبيون حتى لا نظلمهم أيضا هو أن هناك إطار استراتيجيات عامة يحتكمها منظومة الاتحاد الأوروبي. يعني هناك مثلا مسألة محاربة الإرهاب هي لا خلاف عليها، مسألة التعاون الأمني هي لا يمكن أن تنتج عليها أي خلافات أي تكون، لكن قضية القضايا الثانية هي تباين كبير. وأعتقد أيضا أنه من الصعب جدا جدا وخاصة بعد ربما يعني في قناتكم موقرا يعني نجد وصفة أخرى للتفصيل هذا الموضوع أكثر، لكن الصراع الفرنسي الليبي الفرنسي الإيطالي وخاصة في الملف الليبي وصل مراحل متقدمة جدا، منها ما لم يظهر بعد إلى الإعلام الأوروبي والإعلام العربي. يعني أشكرك جزيلا السيد حسين ولد حمود الكاتب الصحفي، كنت معي عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس.
الجزء الثالث الآن من لايف مشاهدينا، أهلا بكم. في الأول من أكتوبر مجموعة مسلحة تأتي لمنزل اللواء أحمد العربي في مدينة بنغازي تقتاده ونجله بعد اشتباك لم يدم طويلا اللواء ونجله في مكان غير معلوم بحسب رواية أولية في تلك الفترة، لكن يوما بعد آخر باتت تتضح أكثر خيوط القضية، فمصادر مقربة من العائلة أكدت أنه موجود في مكان يتبع القيادة العامة للجيش الوطني لكن من دون معرفة مصيره وحالته الصحية. في هذا الجزء الثالث من لايف لأول مرة يكون معنا شقيق اللواء أحمد العربي لنسأله عن سبب الاقتياد، عن سبب هذه الحادثة ولماذا، وهل يؤكد أم ينفي بعض الروايات التي خرجت بعد عملية الاقتياد. نطالب فخامة رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية وسيادة القائد العام المشير خليفة بن قاسم حفتر للقوات المسلحة العربية الليبية بإعلامنا بالأسباب الحقيقية وراء الإخبار القصري لسيادة اللواء أحمد العريبي على السيد المستشار عقيل الصالح بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي الخروج ببيان يوضح فيه أين اللواء أحمد العريبي ونجله وما وصلت إليه مجريات التحقيق. ثانيا نطالب المشير أركان حرب خليفة حفتر بالنظر في عملية اختطاف اللواء أحمد العريبي. ثالثا نطالب من الجهة من لجنة الأمن القومي بمجلس النواب أن تتحرك سريعا وأن تقوم بعملها لأن اختطاف نائب رئيس جهاز المخابرات لأي دولة ليس بالأمر الهين. عبد الوهاب العريبي شقيق اللواء أحمد العريبي جاهز معنا الآن عبر الهاتف. سيد عبد الوهاب مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة في أول ظهور إعلامي لتوضيح ملابسات هذه الحادثة وأسبابها وأيضا السؤال الأهم عن مصير اللواء أحمد العريبي. هذا هو السؤال الأهم، ما مصيره؟ آخر المعلومات المتوفرة لديك. سيد عبد الوهاب أنت على الهواء. طيب فقدنا الاتصال بالسيد عبد الوهاب العريبي مشاهدينا الكرام شقيق اللواء أحمد العريبي نائب رئيس جهاز المخابرات وأيضا كان في فترة من الفترات قبل المستشار عبد الرحمن العبار كان عميدا لبلدية بنغازي في ظرف كانت بنغازي فيه تمر بحرب يقودها الجيش الوطني ضد الجماعات المتطرفة ومن كان يقاتل معها من مجموعات أخرى. في أوائل أكتوبر كان هنالك حادثة أمام منزل اللواء أحمد العريبي أدت إلى اقتياده ونجله. في البداية تحدثنا مع مصادر مقربة من العائلة فأكدوا لنا أنه تم اقتياده وأن مجموعة مسلحة من أكثر من 30 سيارة وآخرين ملثمين وغير ملثمين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة جاءوا إلى البيت واقتادوا اللواء ونجلة. الآن ينضم إلينا السيد عبد الوهاب، تسمعني سيد عبد الوهاب؟ نفقد الاتصال المرة الثانية، سنعيد الاتصال لأنه وجوده معنا مهم جدا خصوصا وأنه هنالك عديد الأسئلة يجب أن تطرح ونتمنى أن نتحصل عن إجابة عنها عن مصير اللواء عن حالته الصحية عن أسباب الاقتياد هل تبينت عن موقف القيادة العامة للجيش الوطني الليبي من هذه الحادثة كيف تقيمها وأيضا عن بعض الإشاعات التي نسمعها ونحن هنا ننقل فقط ولا نتبنى هنالك إشاعات تتطاير يمينا وشمالا في منصات التواصل فيسبوك تويتر يتحدثون عن أنه هنالك أمر قبض من المدعي العام العسكري ولم يستجب له اللواء أحمد العريبي فأدى إلى تلاسن ومن ثم اشتباك مسلح بينه وبين المجموعة التي جاءت لاقتياده. أيضا إشاعات أخرى تتحدث تربط تقرير لجنة الخبراء بمجلس الأمن مؤخرا وحديثهم عن صدام حفتر وحديثهم عن اللواء 106 بأن المعلومات
تم تسريبها من قبل اللواء أحمد العرب. كل هذه الإشاعات تريد أن نطرحها ونتحصل على الإجابات شافية ووافية حولها. الآن السيد عبد الوهاب يخبرني الزملاء في الجاليري بأنه جاهز معنا. سيد عبد الوهاب تسمعني الآن؟ ألو، مرحبا بك سيد عبد الوهاب عريبي، أنت على الهواء مباشرة، شقيق اللواء أحمد العريبي. آخر المعلومات لو سمحت، وهو السؤال الأهم، آخر المعلومات المتوفرة حول مصير اللواء أحمد العريبي ونجلة. والله بالنسبة للمعلومات المتوفرة لدي على شقيقي اللواء أحمد العريبي ونجلة علي العريبي، أنها إلى الآن ما فيش تصريح من أي جهة كانت، ما فيش تصريح لا من 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 سيادة المستشار عقيلة صالح، ولا من سيادة المشير خليفة حفتر، ولا من أي مؤسسة تتبع الدولة. للأسف إلى الآن ما زال مصير اللواء أحمد العريبي ما زال مش معروف. وكيف تفسر هذا الصمت سيد عبد الوهاب؟ لا إله إلا الله، نحن ما طلعنا على الدواعش ولا على أنصار الشريعة إلا باش نبي نبنوا مؤسسات ومؤسسات الدولة. يعني ما فيش، يعني لو أن مثلا فيه بيان واضح على طول من المستشار عقيلة صالح أو من القيادة العامة عليها القضية، يعني اللي مر عليها تو قرابة شهر، يعني ما فيش بيان رسمي. لو أن هناك بالفعل دولة مؤسسات. طيب، وغير الرسمي سيد عبد الوهاب، غير الرسمي، البيانات الرسمية مش موجودة، بس غير الرسمي. غير الرسمي قاعدين نسمعه، والله قاعدين نسمعه إلى الآن، ما خلونا نشوفوه حتى شوف، يعني ولا نسمعه حتى صوته. شنو آخر ما سمعتم؟ آخر الأخبار إنهم ليلى عبد الله قاعد في القيادة عندهم في الرجمة. موجود في القيادة الآن. موجود في الرجمة قاعد عندهم. في الرجمة في المقر نفسه. الله أعلم. لا مش الله أعلم، هو موجود في الرجمة ولا لا؟ هو موجود في الرجمة. موجود في الرجمة. حسب الناس والشيوخ اللي عندنا يتصلوا بهم اتصال. نعم. يتصلوا بهم اتصال. شيوخ القبيلة وشيوخ المجلس الأعلى لقبائل الجبارنة أكدوا لنا أن الحاج أحمد ولده قاعدين في الرجمة. وشنو سبب الاقتياد؟ شنو سبب الحادثة سيد عبد الوهاب؟ يا ريت يوضحونا، يا ريت يوضحونا. هذه اللي احنا نبغوا يوضحوها لنا، ليش طيب. خليتوه؟ ليش؟ طيب بما انه خليتوه يعني خليتوه بالطريقه هذه، شخصيه اعتباريه ولا حصانة، يعني وفق ما نص عليه القانون تجوا تاخذوه بالطريقه هذه؟ معقوله يا ناس؟ معقوله يا ناس؟ اللواء احمد اللي كتب، اللواء احمد ما كتبناش حد اخرى، احمد العريبي، اللواء احمد العريبي، لهالدرجه بهالطريقه يجوا ياخذوه؟ معقوله يا هو؟ نحن نطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح انه يطلع ويدير بيان بالخصوص. بس ما طلعوش يا سيد عبد الوهاب. بياناتكم لها اكثر من اسبوعين، لا المشير حفتر خرج لوسائل الاعلام وبين، لا العميد أحمد المسماري بيّن، ولا المستشار عقيلة صالح بيّن، وهذا صمت مريب، هذا الصمت يجعلنا نسأل عن مصير اللواء، نسأل عن سبب الاقتياد، لأنه لا يوجد أي رد فعل أو توضيح من قبل الجهات المسؤولة. يعني إخفاء قصري. يعني الشخصية زي الحاج أحمد، يعني يحمل الدبلوماسية الصفة الاعتبارية لهو، يعني وفق القانون اللي قالوا لنا عليه وقريناه، معقولة يعني هيك بهالدرجة؟ طيب يقولوا لنا وين هو؟ طيب. يسمعونا صوته، يعطونا إشارة، يقولوا لنا تعالوا زوروه، تعالوا شوفوه راهو قاعد عندنا، يقول لنا لا قاعد يحقق معاه خلاص، لا باهي ابن يا سيدي علي، ليش ما تركتوه؟ ابن علي في الشارع. طيب سيد عبد الوهاب اسمح لي، بما انه ما عندكش أي سبب واضح للاقتياد أو لهذه الحادثة، فاسمح لي نطرح عليك بعض. اسمح لي لو سمحت. سيدي الكريم هذا اختطاف. اختطاف. طيب. جيد. بما أنه ما فيش
سبب واضح لهذه الحادثة. اسمح لي نطرح عليك بعض ما يثار ويقال ويشاع في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. أول نقطة يقال أنه فيه أمر قبض من المدعي العام العسكري، واللواء أحمد رفض الانصياع لهذا الأمر، فبالتالي حدث هذه المشادة وأدت إلى ما أدت إليه. هل هذا صحيح؟ أبداً مستحيل. مستحيل. ليش مستحيل؟ الراهن أن في أمر قبض واحد على الحاج أحمد. ليش مستحيل؟ الراهن إذا كان في أمر واحد قبض على الحاج ما فيش أمر قبض على الحاج. الحاج قاعد يعني حتى في البيت بتاعه بدون أي حراس، في الحمل بتاعه بدون أي حراس. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الهواليك، تفضل سيد عبد الوهاب. والله يا سيدي الكريم شنو بنقول، أنا يعني تو قاعد أتكلم فيك ودموع مليت عيوني. أنا خويا انظلم، نحن انظلمنا، نحن من أوائل العائلات اللي قدمها في الكرامة. يعني معقولة يصير فينا هيك؟ الوالدة والله العظيم الوالدة الساعة 4 الصبح وقاعدة تبكي ولدها. نحن بنين عمل على اساس ان تبدا في دوله مؤسسات، تبدا في حكومه، في دوله. اذا كان رئيس يعني مين رئيس جهاز المخابرات؟ شو الساعه 2 وربع في الليل وخطفوه ودمروا له حوشه وشعب يعني 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 حتى ابنا الكبير اللي مفروض كانوا سيديننا واقفيننا معاهم، زوجته قاعده في العنايه، ابنا عمره 10 سنوات، البنات تطرطشن. معقولة يديروا في هيك الحاج أحمد؟ معقولة يديروا في عائلة أهل عريبي الشيء؟ طيب. هذا سيد عبد الوهاب، أيضا في إشاعات أخرى وفي أقاويل أخرى تقول أنه اللواء العريبي هو من سرب بعض المعلومات لخبراء مجلس الأمن عن بعض التجاوزات في اللواء 106، وذكر فيه اسم صدام حفتر. هل هذا الكلام أيضا صحيح؟ ابدا ابدا. انا الراهن اي انسان اي مخلوق انه يجيب لي حتى دليل يجيب لي دليل، عرفت ولا لا؟ وانا مستعد نموت دون خويا احمد. طيب انت شنو ادلتك انه هذا الكلام باطل؟ لاني انا الظل بتاع الحاج احمد، ومستحيل الحاج احمد يدير الشيء هذا. الحاج احمد من اوائل اللي قدمه، الحاج احمد روحة كرامة. سيد المشير كان يقول له يا ابني، ما كانش ابدا يفارق السيد يشير، لكن للاسف يعني شيء ما عادش قدرت نفهم، ما عادش قدرت نفهم ليش، شنو السبب؟ الله اعلم. نحن يوضحوا لنا السبب. طيب تواصلتم مع القياده يا سيد عبد الوهاب؟ تواصلنا معاهم ورفضوا انهم يقبلونا، تواصلنا معاهم، مشينا لهم كشيوخ قبيله، مشينا لهم كشيوخ. من اللي رفض يا سيد عبد الوهاب؟ نعم، ما اللي رفض تحديدا؟ سيد الكريم نحن تواصلوا مع القيادة ومع اللي ماسكين اللجان. طيب التواصل باللجان بالقيادة ورفضوا مقابلتكم؟ رفضوا مقابلتنا. سيد المشير مفروض يقابلنا ويقابل الشيوخ القبيلة. طيب. ويقول لنا احمد شنو دار، يوضحوا لنا احمد شنو دار. ورئيس مجلس النواب احمد لو ان احمد حي. طيب. يقول لنا حي، لو ان ميت يقول لنا ميت. هذه واضحه. طيب ورئيس مجلس النواب تواصلتوا معاه ولا لا؟ رئيس مجلس النواب تواصلنا معاه وقال ان شاء الله خير، الى الان ما دار شيء. اذا يعني حتى مفروض يطلع يقول لنا راهو قاعد في القياده، راهو قاعد تحت القضيه كذا كذا، راهو احمد عريبي مجرم او خاين او بريء، واحده من الثلاثه. طيب اعذرني نعطيك 30 ثانيه كلمه اخيره، تفضل. نناشد سيدي المشير خليفه بن قاسم حفتر ان يطلق ولدنا في اسرع وقت. اشكرك جزيلا، فقدنا الاتصال بالسيد عبد الوهاب العريبي شقيق اللواء احمد العريبي. ختام لايف مشاهدينا الكرام، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.